الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة. قهوة لقاءنا اليوم يعتبر اللقاء الثاني على التوالي بعد صفاقس اللي اليوم القيروان ضم ولايات الساحل المهدية والمستير وسوسة، وعليه اليوم برمجنا هذه اللقاءات لتندرج في المصافحة الأولى لمنظورنا بعد ربما القيادة الجديدة والمسار التصحيحي للمنظمة. اليوم ارتأينا من الواجب أن باش نهبطوا لفلاحتنا وبحارتنا، رينا من الواجب أن باش نطمئنوا فلاحتنا وبحارتنا بهذا المسار التصحيحي اللي حقيقة ما كناش راضين عليه في سنوات ماضية، اللي ما حافظناش على شعار أجمعنا عليه أن تبقى المنظمة حرة ومستقلة، ولكن اليوم نقول سوف نعمل على أن تكون المنظمة الفلاحية حرة ومستقلة وتبني مستقبلها لنفسها وللأجيال المستقبلية. الفلاحين والبحارة متاعنا لقطاعاتهم اللي تعتبر معناها في مرحلة خطيرة وخطيرة جدا، على غرار منظومة الألبان، على غرار الصيد البحري وتآكل المخزونات والصيد العشوائي، كذلك على مستوى الزراعات الكبرى اللي اليوم إذا كان ما نعدوش العدة للموسم ولإنجاح المواسم ما نحطوش أرقام وما نحطوش أوهام اللي باش نوصلوا ربما إلى أرقام خيالية إذا كان ما وفرناش أسباب النجاح. نقولوا إن شاء الله بقى ما نجموش نصرحوا بها توا، ربما بعد لقائنا برئاسة الحكومة في لجنة 5+5 لابد باش تتحلحل العديد معناها من المنظومات ولإصلاح هذه المنظومات. إن شاء الله ساعين مع بعضنا باش نحلحلوا هذه المشاكل. ربما سي المولدي يحب يكون في مقر الاتحاد، ولكن احنا اليوم قررنا ربما بهذه المناسبة، هي أيام مفتوحة للتواصل مع فلاحتنا وبحارتنا، وكذلك هو أيام حملة ربما للدستور، ولقينا من الواجب أن باش نتناولوا الموضوع هذا، موضوع هام يهم المنظمة ويهم مسار المنظمة، ولكن حتى في استشارتنا مع ليزي يقول لك لابد أنك تكون من بين القائمة المساندة، ولكن لقينا رواحنا ما احناش ضمن القائمة، فالتجأنا إلى استقلالية ربما مقر الاجتماع حتى نكون مع إخواننا في الأحزاب الأخرى، وهذا ما يقلقناش، المهم نأدوا الأهداف متاعنا، والحمد لله تمت كما شفتوا لهنا، أكدنا على فلاحتنا باش نكونوا متواجدين، لهم حرية الاختيار، ولكن في الاختيار لابد أنه باش نكونوا رصناء ونشوفوا حتى لمستقبل المنظمة ولمستقبل البلاد. الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة.